بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التسجيل يخص توازن وركشوب سوف يكون أو يسمعه المشتركين في القناة والمشتركين في القناة في قناة توازن على التليجرام. سيكون اشتراكهم طبعا مدفوع لأنه نحن بندفع للقناة، يعني قناة ليست مجانية، قناة التليجرام. طبعا القناة التي تخص هذا التسجيل هي قناة لورا اكس اي 50,000. طبعا الآن معنا 5 مستشاري خبرة، يعني 5 مخ وهم في الوركشوب. سوف يضيفوا مثلا على هذا التسجيل حسب ما اتفقنا، سيضيفوا مشاركاتهم. يعني عندنا في هذا التسجيل 8 شرائح، فممكن عشان التسجيل يكون منتظم فممكن نخلي كل شريحة تجلس مثلا بالثواني أمام من يستمع في القناة، فممكن تكون الشرائح كلي عشرة ثواني تتحرك. طبعا الهدف الرصاصي او اللي يسمى لون الألمنيوم، اللون الأصفر يعبر عن الذهب، العملة الذهب، فهذه الألوان الأربعة تمثل العملة التي هي اللون الأصفر حرف الدي، واللون الرصاصي أو الفضي حرف اليو، واللون الأخضر حرف الام، واللون الأسود حرف البي. يعني نقدر نقول إنه اللون الأسود يمثل الذهب الأسود،
واللون الأصفر الذهب الأصفر اللي هو غطاء الفلوس، يعني مثلا غطاء الدولار، غطاء الدولار. وعندنا كلمتين دمب، وعندنا سوات. طبعا سوات هي كلمة معروفة في أي دراسة سوق أو أي شركة أو أي منظمة تنافسية، فلازم أو أي مشروع جديد أو تطوير مشروع لازم يمشي على طريقة سوات. يعني سوات كلمة معروفة، اختصارات من strength weakness opportunity وثريت. يعني أي سوق مثلا مشروع مطعم، فيعمل سوات analysis، لأن سوات هي التنافس. طبعا الاستراتيجية، يعني أي مشروع لازم له استراتيجية، فالاستراتيجية تمشي على سوات، يعني هي زي الأداة. فهنا عملنا المصفوفة XI5، والألوان مهمة، الألوان مهمة. عندنا الألوان أربعة، اللون الفضي يمثل الصناعة، واللون الذهبي يمثل الفلوس، يعني دولار جنيه أي شيء. واللون الأخضر يمثل السوق، واللون الأسود يمثل سوق البترول. سمي بلاك جولد. XI5، والألوان مهمة، الألوان مهمة. عندنا الألوان أربعة، اللون الفضي يمثل الصناعة، واللون الذهبي يمثل الفلوس، يعني دولار جنيه أي شيء. واللون الأخضر يمثل السوق، واللون الأسود يمثل سوق البترول. سمي بلاك جولد، يعني سوق البترول اتباع البترول، يباع بقبل 6 أشهر، يعني بالحجز، بينما الذهب والصناعة، المنتجات الصناعية ومنتجات الخضرة الغذاء أو السوق، يعني تباع آنيا كاش، يعني ما في اضطرار للحجز قبل 6 أشهر. فالتسجيل هنا نحاول ناخذ فاصل بين كل 10 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. في تاريخ أغسطس 6، يعني أول أمس أظن، اليوم 8، وصلنا تعليق مكتوب من مخ سراج، مستشار خبير سراج، وهو معنا SMEXI5002. اقرأ تعليقه، كتبه كتابه، وهنا ممكن اذا اعتبرنا انه الوركشوب وصلنا تعليق، هذه فكرة جيدة. يعني مثلا نحن بنسوي الوركشوب، واحد عايز يقول شيء فكتب تعليق، نقرأ، انا اقرأ، يعني هذه طريقة حلوة. طبعا يقدر يكتب ونقرأ التعليق، يعني مش لازم بصوته. بعدين بعد ما نقرأ يعني ممكن هو يوضح أشياء زيادة، يعني يصير في بحث أو نوع من المشاركة من الجميع. وممكن نسوي زي الفورمات يعني. فقال فكرة برنامج لورا، يعني بيتكلم على موضوع لورا، ميزاتها واقعية جدا وترجمة لأوضاع ملموسة. جاء طبعا هذا على التسجيل، هذا في الواتساب مثلا، نضعه في التليجرام في توازن، ممكن كمان يكون في يوتيوب. فأنا أشكر أخونا أحمد سراج على كتابته، وتقريبا هو عمل لنا زي الفورمات في الكتابة. فقال مبتكرة رغم بساطة الفكرة، يقصد برنامج لورا، مرنة وقابلة للتطوير بطيف واسع. شوف الكلمات الراقية، من الخدمات والإضافات. طيف يعني كثرة أو رزمة، تحقق ما نرغبه من استقطاب للشرائح المستهدفة. يا سلام، أستاذ يعني صراحة. عيوبها، فذكر ميزاتها وذكر عيوبها. هذه فورمات، يعني نجي نقول فكرة برنامج لورا ميزاتها، ذكر لنا، كتب تحت الميزات كلام درر. عيوبها عرض ميزاتها قد يكون صعبا، خاصة عبر برامج التواصل الاجتماعي، فالإحصاءات والتجارب العملية تقول أن التركيز من المشاهدين للمواضيع العلمية والاجتماعية الجادة لا يستمر أكثر من دقيقتين. هنا يتكلم على المدة، فيجب أن يبسط عرض الفكرة بكاملها وأهدافها من خلال هاتين الدقيقتين، يعني لا يكون